شكرا. بالنسبة للفئة المادية على مستوى الأرقام في الحقيقة حققنا نتائج طيبة لكل المؤشرات السياحية. إلى حد 10 جوان الجاري زاروا المادية حوالي 49 ألف سائح، ارتفاع بنسبة 3.3%، وارتفاع في عدد الليالي المقاضاة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة الماضية. كما سجلنا ارتفاع في عدد مدة الإقامة حوالي 22.8%، وهذا يؤكد رجوع كل الأسواق الكلاسيكية. النقطة الإيجابية السنة أيضا بجهة المادية كانوا بالنسبة لشهرين مارس وأفريل اللي هو ما يعتبرش موسم الذروة، سجلنا ارتفاع ب 45.6% على مستوى ليالي المقاضاة مقارنة بنفس بسنة 2023، وارتفاع بحوالي 10% من مجموع ليالي المقاضاة لغير المقيمين مقارنة بالسنة المرجعية اللي تعتبر سنة مرجعية 2019. تطور حصص الليل المقاضاة حسب الجنسيات، تبقى الجنسية الألمانية السنة هي الأولى بنسبة 27%. مش الفرنسية كباقي الجهات، لا، بالنسبة نحن الجنسية الألمانية 27%، الجنسية البريطانية 15%، وهذا زاد مؤشر إيجابي لأنه في الشتاء قدمنا بالبريطانيين، الجنسية التونسية بنسبة 12%، والجنسية الفرنسية بنسبة 10%. الأسبوع هذا نسبة الإشغال قاعدة ما بين 98%، مش توصل إن شاء الله 100% معناتها بداية من 1 جويلة اللي هو يعتبر موسم الذروة. إذا نجم نقول كانوا كل مؤشرات طيبة، موسم سياحي يبشر بكل خير، خذينا كل الاحتياطات، إقبال كبيرة لا دموند اللي فات، معناتها خذينا كل الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد إن شاء الله باش ينطلق موسم سياحي في أفضل الظروف. سي محمد، قلت في شهر جويلية ممكن نوصلوا إلى نسبة إشغال ولا امتلاء بنسبة 100%، تخافوش من سير بوكينج في الفترة هذه، خاصة أنه السائح التونسي خاصة ماهوش منظم برشا في مواعيد قدومه للفنادق السياحية، وتصوروش الإقامات معنا سياحة الإقامات والشقق تخفف عليكم شوية خلال الفترة القريبة القادمة؟ والله بالنسبة للجهة المادية مش من الرزمان، معناتها هي جهة محبذة لدى السوق التونسي والأجنبي على حد سواء. في الصيف موسم الذروة كسواء الشقق ولا النزول تكون معبية، ديما نفضلوا ديما نقولوا نحن في من جانفي فيفري لابد من الحجز المبكر. مالوريزمون اذا كانت فوت انت مارس ولا افريل ما عادش باش تلقى، وحتى اذا كانت تلقى مش تلقى اسعار مشتى، وذاك علاش ديما نقولوا كل عام حاولوا تريزيرفيو معناتها منذ قليل ونحن نحكيه مع سي فواز بن حليمة في المناسير، يقولوا أنه فيه توجه للسياحة العائلية، وحكينا معه وانت كنت تسمع فينا أكيد سي محمد ما تعلق بالسياحة العائلية عموما، عندكم شوية أرقام، فما توجه في المهدية للسياحة العائلية مثل المناسير؟ أكيد، معناتها نقول لك أنا 80% هي عائلات كسوة موافدين كسوة سواح وإلا توانسة، أكثر كلها عائلات، لأنه إيش نقول لك النقطة القوة جهة المادية أيضا هي البحر، والعائلات تحب تجي للشط والبحر. واضح سيدي، شكرا جزيلا على كل ما أفدتنا به سي محمد بوجدارية مندوب سياحة بالمهدية، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موسم سياحي واعد يضاهي موسم 2019، شيء فرح إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هكا نكونوا قمنا بجولة مع عدد من مندوبي السياحة في عدد من الجهات، نذكر بهم سي عيسى المرواني مندوب السياحة بجندوبة تبرق عين دراهم، أيضا سي هشام المحواشي جربة، سي وحيد بن فرج الحمامات، سي فواز بن حليمة المنستير، وسي محمد بوجدارية المهدية. مشكورين جدا الكلهم على كل المعطيات اللي أفادونا بها. نفيسة حسني بعد قليل في تأمين نشرة الأخبار. احنا هكا نوصلوا إلى خاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن، شكرا جزيلا من القلب على طيب المتابعة والاهتمام، ربي باقي ستر على تونس، إلى اللقاء.